أشرف عبد الباقي حاول إن هو يرجع المسرح مرة تانية، نجح في إن هو يرجعه المسرح اللي احنا متعودين عليه وعارفينه، ولا انت شايفه من وجهة نظرك قدمه بشكل مختلف؟ أشرف عبد الباقي الفنان الكبير أشرف عبد الباقي أضاء المسرح، وإنك تضيئي مسرح دي إنجاز. وأكم من المسارح اللي عليها تراب وفي وسط المدينة يعني على الأقل ومقفولة ومغلقة، ولا يصح إنها تكون في دولة زي مصر مقفولة. أشرف عبد الباقي ذهب بفرقته وأصبحوا نجوم. لو كانت المسرحيات دي حتى بتاعت هذا العصر ما هياش المسرحيات زي بتاع مسرحيات الأستاذ لين الرملي رحمة الله عليه، أو أستاذ سعد الدين وهبة، أو الأسماء الكبيرة يعني اللي في المسرح أو المسرح العالمي حتى، إلا إنه لا يزال نوع من الفن، وكفاية إن الناس راحت له. فلو كانت الفرقة دي أو من على شاكلتها هيضيء المسارح فيا مرحب بيهم، لأن ده عمل إنساني عظيم. في ناس هجمته وقالوا له مش ده المسرح اللي احنا كنا مستنيينه. يقفل أشرف عبد الباقي؟ لا، أنا ما يقفلش، بالنسبة لي أنا ما يقفلش. ولا أنا بالنسبة لي إنه يقفل. اللي عايز يهاجم يهاجم، أو يورينا يرمي بياضه ويفتح وكمان مسرح. المسارح بتاعت الدولة ما هي موجودة. مسرح أشرف عبد الباقي بينجح أكتر مع إن التذكرة أغلى. والناس واقفة بالطوابير عشان يشوفوا. إيه اللي قدمه؟ قدم ضحك. إحنا المسرح عندنا ارتبط بالضحك. بالضحك طبعًا. وده بديل عن المسرح اللي في بره في أوروبا. أنا لما بسافر أوروبا بروح أتفرج على مسرح، لازم أخش أروح أتفرج على مسرح. في إبهار. يعني ما تشوفي فانتوم أوف ذا أوبرا شبح الأوبرا، لما تشوفي ماما ميا، أما تشوفي وي ويل روك يو، أما تشوفي لاين كينج، الحاجات دي كلها بتقدم على مدى سنوات لدرجة الممثل يعجز يخرج ويجي غيره، وشغالة بتقدم إبهار. تلاقي المسرح فجأة بقى بحر، تلاقي هليكوبتر معدية معرفش إزاي، النجفة بتعمل إيه.